مرحبا، يعطيكم العافية. وسلام للجميع. اليوم عندنا انبوكسنج لعدد كبير من البوكسات، لكن كم واحد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. اوكي، خلينا هذا نخليه آخر واحد، هذا البيج وان سربرايز، خليه حطه على جنب هيك. ويب كام، هذا ويب كام نشوفها. أحلى صوت هذا. هذا أحلى صوت. هاي الغطا تبعت الويب كام. هون الويب كام، وفي ماونت هون، وهون الماونت. نعملها أنبوكسينج. ريفيو نشوف اذا هذا الويب كام. هاي بتوقف عليها. صح. طيب هذا الويب كام كويسة ولا مو لا. كويسة؟ اوكي، في لا اون اوف. طيب خلينا نشوفها بعدين. طيب نمبر 2. Make your life full of power. Fast charge, data transfer, safe reliability, and lifetime warranty. The USB-C. 5 bags USB-C. Okay, USB-C cable. شريت 5. واحد منهم طويل والباقي صار. فنجربهم ونحكي لكم عنهم. Okay. معلش، احنا شرينا هاي وفتحناها، هاي برضو من امازون. هذه عبارة عن لصقات تلصق، بتجيبها عشان الحشرات الطائرة، جبناها عشان ايش احنا؟ النحل والواسب. تفتحها زي هيك من هون ومن هون، ولونها اصفر هيك بتغري. معلش ما عملنا لهاش انبوكسنج لانه كنا مستعجلين. تيجي هيك بمليون واحدة، مش عارف 30 شيت فيها. Dental calculus remover, the third generation. هذا للتنظيف الأسنان، بيعمل ultrasonic vibration، مفروض زي اللي عند دكتور أسنان هيك كاتبين عليه. أنا طبيب أسنان فبعرف، مفروض أشوف أجربه أحكي لكم عنه. مش غالي صراحة، كأنه $50. يعني إذا بتروح عند دكتور أسنان نظف أسنانك تدفع أكثر. طبعا دكتور أسنان شوي دكتور أسنان more professional وبيعرف وين يدخل، هاو ديب واي. لكن حجربه، شكله المنظر هيك اشي رهيب. خلينا نفتحه، يلا خلينا نفتحه نجربه نشوفه. اجيك وشوفيه. حاطين لك عدة تنظيف الكالكولس، والله رهيبين هذول. وهذا هو الجهاز. I don't think so يا شباب. هاي مراية، هاي وبنشحن على الـ USB. بس صراحة بده ريفيو، have to try it and test it. المنظر لا يوحي انه اوكي. افتح. المشكلة البوكسات بس تفتحها وتخلص بتبطل ترجع زي ما كانت. هون عندنا كنترولر، هذا جبناه من امازون كمان. انا وهذا مشريناه. شوفوا كنترولر، هذا لل نينتندو وايرلس كنترولر. نينتندو عندها USB-C واخيرا
ونعملها ريفيو كمان. والبوكس الأخير جيبوا وديهم واحنا بنفتح هذا يا جماعة. البوكس شايفينه ما أكبر وثقيل. أوكي هذا البوكس شو في جواه؟ another box. Do not open it, please. شوفوا يا جماعة شو مكتوب. Do not open it, please. Do not open it, please. شو فكركم جوا هذا؟ شو فكركم جوا؟ شو هذا بنفتح؟ نفتح. الله بعين. اوف والله في شغلات كثير. في دروب بلاستيك دروب بوكس. في ماربل بينتس كاونتر بينت. في ماربل بينتس. مختصر نشرح لكم شو هذا. بدنا نغير لون هذا بروجكت بدنا نسويه بالدار. بدنا نغير لون الكاونتر عندنا على ماربل. هذا لقيناه على الامازون. في كتير شغلات. في حتى كفوف حاطين جوا الماربل بينتس. في ايش هو ثلاث شغلات زي هيك. هو ايبوكسي نوع ايبوكسي وربز وشغلات. anyway حنجرب البينت هذا نعمل البروجكت كامل. احنا ورجيناكم عملنا ايبوكسي تيبل بس هذا البروجكت حنشتغل عليه مع بعض وحنورجيكم اياه ستيب باي ستيب وحتشوفوه. في شغلات كتير جوا هذا البوكس زي ما انتم شايفين هو تقيل. ايوه وحنعمل هذا البروجكت مع بعض ونورجيكم انكم ممكن تعملوا شكل جديد للمطبخ تبعكم. وهيك بنكون خلصنا الانبوكسنج لهدول البوكسات. عشان تتابعونا شو تسووا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات. وسلام سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل